مهما رايحين اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي نستأنف مع الصفحة 62. إذا كما نرى في أول الصفحة عندنا غينفستير، يعني كأننا نتكلم عن إعادة استثمار ما عندنا، يعني ديك المعارف اللي عندنا تنعود نستثمرها بمعنى آخر بحال تنزيد نطوروها. إذا نتكلم عن غينفستير. نبخونو لو برومي باراغراف، نأخذ الفقرة الأولى. جولي دو نوفيل فخاز، جولي دو نوفيل فخاز، أنا أقرأ جملا جديدة. نوفيل يعني جديدة، في حالة المذكر نقول نوفو. إذا طبعا الحال نتكلم على فخاز، هي كلمة مؤنثة. إذا جولي دو نوفيل فخاز، فخاز هنا عندنا جمع. إذا طبعا الحال نتكلم عن كلمة فخاز كجمع وككلمة مؤنثة. إذا جولي دو نوفيل فخاز، أنا أقرأ جملا جديدة. إذا طبعا الحال هذه الجمل الجديدة هي اللي عندنا. نوزافون تخوا فخاز، عندنا ثلاثة جمل. لا بخوميييغ فخاز، الجملة الأولى، لا تورتي دادا مونج دو لا سالاد، لا تورتي دادا مونج دو لا سالاد، السلحفاة دادا مونج، سالوفيغ مونجي يعني هو فعل أكل. إذا لا تورتي دادا مونج يعني أن السلحفاة دادا تأكل دو لا سالاد، تأكل سلطة. لا دوزيام فخاز، لو لابان اي سور لو توا، لو لابان اي سور لو توا، الأرنب هو فوق السقف، لو لابان اي سور لو توا. لا تخوزيام فخاز، دودو اي دون لو جاردان افيك دادا، يعني أن دودو اي دون لو جاردان، يعني أنه في الحديقة. دودو اي دون لو جاردان، يعني أن دودو في الحديقة. افيك دادا، مع دادا. بطبيعة الحال كان سبق لنا عرفنا بأن دودو يعني هو اسم ديال أرنب. إذا هنا بطبيعة الحال اختصارا بدل مثلا أننا نقول لولا با دودو، إذا فقيل فقط دودو، يعني أنهم قالوا فقط دودو بدل أنهم يقولون لولا با دودو. إذا لولا با دودو اي دون لو جاردان افيك لا تورتي دادا، إذا الأرنب دودو مثلا هو في الحديقة افيك لا تورتي دادا، يعني هو مع السلحفاة دادا. أو نقول اختصارا كما عندنا في الجملة هنا، دودو اي دون لو جاردان افيك دادا. إذا بطبيعة الحال هادو هما الجمل الثلاث، فوالا سو سون لي نوفيل فخاز. إذا هادو هما الجمل الجديدة. إذا نباسون أو دوزيام باراغراف، فغي أو فو. نمر إلى الفقرة الثانية، صحيح أو خطأ. فغي أو فو، فغي أو فو يعني صحيح أو خطأ. إذا بطبيعة الحال غنشوفو هاد الجمل اللي عندنا هنا، يعني كل وحدة فيهم غنشوفوها صحيحة ولا خطأ، بطبيعة الحال تابعا لهاد الجمل الثالث اللي كنا شفنا في الفقرة الأولى. إذا عندنا لو لابان إي سور لو توا، إذا كما رأينا فيما سبق، إذا دابخي سي تخوا فخاز كنا ديجا في. Est-ce que vraiment le lapin est sur le toit ? إذا حسب هذه الجمل التي رأينا، هل حقيقة لو لابان دودو est sur le toit ؟ هل حقيقة الأرنب دودو هو فوق السقف؟ فلننظر من جديد الجمل الثلاث، لا تورتي دادا مونج دو لا سالاد، لو لابان est sur le toit. إذا لا بخوميييغ فخاز إي فغي، إذا لا فخاز أ إي فغي، إذا الجملة أ أنها صحيحة. لو لابان اي سور لو توا، إذا هذه الجملة صحيحة. نو باسون على فخاز بي، نمر إلى الجملة بي، لا تورتي اي سور لو توا، لا تورتي اي سور لو توا، يعني أن السلحفاة هي فوق السقف. لو توا كما رأينا هو السقف، إذا لا تورتي اي سور لو توا، السلحفاة هي فوق السقف. Est-ce que vraiment la tortue est sur le toit ؟ هل حقيقة السلحفاة هي فوق السقف؟ إذا نوبخونو أن نوفو لي تخوا فخاز، نأخذ من جديد الجمل الثلاث، لا تورتي دادا مونج دو لا سالاد، لو لابان إي سور لو توا، دودو إي دون لو جاردان أفيك دادا. لا فخاز بي نيكزيست با باغمي سي تخوا فخاز، كوم نو لو فويون لا فخاز بي نيكزيست با parmi ces trois phrases. Et donc, comme on a
الجملة بي لا تتواجد من بين هذه الجمل الثلاث. La phrase B n'existe pas parmi ces trois phrases. Et par conséquent, la phrase B est fausse. وبالنتيجة فإن الجملة B أنها خاطئة. Nous prenons la dernière phrase. Le lapin est dans la maison. يعني أن الأرنب في المنزل. إذن nous reprenons le petit texte pour savoir est-ce que la phrase C est vraie ou fausse. إذن نأخذ من جديد النص الصغير لكي نعرفه. هل الجملة C صحيحة أو خاطئة؟ إذن كما رأينا la tourte d'Adamouj dans la salade. Le lapin est sur le toit. Dodo est dans le jardin avec Dada. إذن le lapin est dans la maison. إذن هذه الجملة غير متواجدة في هذه الجمل الثلاث. إذن la phrase C est fausse. يعني أن الجملة C أنها خاطئة. ما عندناش le lapin est dans la maison. عندنا دودو est dans le jardin avec Dada. إذا نبخونون التوازين باراغراف نأخذ الفقرة الثالثة. Je lis les mots du tableau. أنا أقرأ كلمات الجدول. كما نرى عندنا الصورة للعين بجانب الدي، ثم عندنا الصورة للأذن بجانب الدي. المقصود هنا بأنه علينا خلال قراءتنا لهذه الكلمات أن ننظر طبعا الحال لحرف الدي، ثم نسمع هل سنسمع ينطق أم لا. طبعا الحال كما قلنا فيما سبق بأن بعض الحروف أنها تكتب ولا تنطق. إذا بطبيعة الحال حنا خاصنا نشوفوا هاد الحروف، خاصة حرف الدي اللي مركزين عليه هنا، خاصنا نشوفوا في الكلمة واش موجود بعدا، ثم نرى هل يسمع المقصود، هل ينطق. إذا نبخونو لو بخوني مو الكلمة الأولى عندنا لو جاردان، لو جاردان. إذا إسكون فوا لا لاتر دي، إسكون فوا لا لاتر دي. بيان سور دون لو جاردان أون فوا لا لاتر دي. في كلمة جاردان أننا نرى الحرف دي. ألوغ إسكو نونتون لو صوت دي، هل نسمع الصوت دي؟ بيان سور كونت أون برونونس لو جاردان أون نونتون لو صوت دي، يعني أننا عندما ننطق كلمة جاردان أننا نسمع الصوت دي. نو باسون أو دوزيامو، نمر إلى الكلمة الثانية ماردي. ماردي ألوغ إسكو لو مو ماردي كومبخون لا لاتر دي، هل كلمة ماردي تتضمن حرف دي؟ بيان سور لو ماردي كومبخون لا لاتر دي، يعني كلمة ماردي تتضمن حرف دي. ألوغ إسكو نونتون أو نونتون با لو صون دي، يعني في كلمة ماردي هل نسمع أو لا نسمع الصوت دي؟ بيان سور أون برونونسون لو ماردي أون نونتون لو صون دي، بنطقنا لكلمة ماردي أننا نسمع الصوت دي. Nous prenons le troisième mot. نأخذ الكلمة الثالثة. Une salade. Une salade. Une salade. Alors, est-ce que le mot salade comprend la lettre D? هل كلمة salade تتضمن الحرف D? Bien sûr, comme nous le voyons, le mot salade comprend la lettre D. إذن بطبيعة الحال كما نرى كلمة salade تتضمن الحرف D. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son D? Bien sûr, en prononçant le mot salade, on entend le son D. يعني أننا بنطقنا لكلمة salade أننا نسمع صوت D. Nous passons à la lettre T. نمر إلى الحرف T. De la même façon, on pose la question. بنفس الطريقة نطرح السؤال بالنسبة للكلمة الأولى. Un toit. Est-ce que le mot toit comprend la lettre T? هل كلمة toit تتضمن الحرف تي؟ بيان سور لو مو توا كومبخون لا لاتر تي، يعني أن كلمة توا تتضمن حرف تي. ألوغ أون برونونسون لو مو توا إسكو لونتون أو أون لونتون با لو صون تي، يعني بنطقنا لكلمة توا هل نسمع أو لا نسمع الصوت تي؟ بيان سور أون برونونسون لو مو توا أون لونتون لو صون تي، يعني أننا بنطقنا لكلمة توا أننا نسمع الصوت تي. للإشارة كما نرى بأن الطي الغير مركز عليها هنا أنها لا تسمع. إذا طبعا الحال كلمة توا أن في آخرها كلمة توا كما نرى تختم بأن طي. كلمة توا كما نرى أن في آخرها حرف طي، ولكن هذا الحرف اللي في الآخر أنه لا ينطق. حنا تنتكلم على الطي اللي بالأزرق. إذا كما نرى بأن كلمة توا تتضمن حرفي طي، لكن واحدة فقط هي التي تنطق. إذا طبعا الحال نحن نرى طبعا الحال إذا تكلمنا عن العين نحن نرى
حرفين للطي، ولكن نسمع فقط واحدة. إذا نباسو أو دوزيام مو، نبخونو لو دوزيام مو، نأخذ الكلمة الثانية أون طورتي، أون طورتي. ألا إسكو لو مو طورتي كومبخون لا لتر طي؟ إذا هل كلمة طورتي تتضمن الحرف طي؟ بيان سور لو مو طورتي كومبخون لا لتر طي، يعني أن كلمة طورتي تتضمن الحرف طي، فبهذا الحال تتضمن حرفي من حروف طي. ألوغ إسكون نونتون أو نونتون با لو صون طي؟ إذا هل نسمع أو لا نسمع صوت طي؟ بيان سور إي دو لا ميم فاسون كونت أون برونونس لو مو طورتي أون نونتون لو صون طي، يعني أننا نسمع صوت طي، فبهذا الحال نسمعه على مرتين. إذا كلمة طورتي أنها تتضمن حرف طي ونسمع في نفس الوقت الصوت طي. نبخونو لو ديرني مو، ناخذ الكلمه الاخيره انكارطابل، انكارطابل. الوغ اسكو لو مو كارطابل كومبرون لا لتر طي؟ هل كلمه كارطابل تتضمن الحرف طي؟ بيان سور لو مو كارطابل كومبرون لا لتر طي، يعني ان كلمه كارطابل تتضمن الحرف طي. اي با كونسيكون اون بوز لا كيستيون اسكو نونتون او نونتون با لو صون طي؟ كونت اون برونونس لو مو كارطابل اسكو نونتون او نونتون با لو صون طي؟ عندما طبعاً حال ننطق كلمة كاطابل هل نسمع أو لا نسمع الصوت طي؟ بيان سور أون برونونس لو مو كاطابل أون نونتون لو صون طي، يعني عندما ننطق كلمة كاطابل أننا نسمع الصوت طي. إذن نبخونو لو ديرني باراغراف، نأخذ الفقرة الأخيرة جي إكخي سور مون كيي، جي إكخي سور مون كيي، أنا أكتب على دفتري. إذن كيسكو نوزالون إكخيغ؟ ماذا سنكتب؟ بيان سور نوزالون إكخيغ لا لتر دي. Comme nous le voyons, on a la lettre D, après on a DI, DI, qui se prononce DI. Et dans ce nectube D, Thomas se nectube DI. Et dans ce nectube D, la syllabe, al-maqta al-lafdi, DI, elle a dit on taqta al-hal, DI, qui se prononce DI. Et dans le teklem à la syllabe DI, le teklem al-maqta al-lafdi, DI. Après, nous allons écrire mardi. Nous allons écrire le mot mardi. سنكتب بعدها كلمة mardi. إذن comme nous le voyons, on a mardi. Mardi. طبعا الحال مار هذا كما تلاحظوا غير من حيث النطق أنه تنطق دفعة واحدة، نقول مار مار كأننا نقول مار مار، يعني هذا مار يعني أنه مقطع لفظي. إذن هكذا الحروف أنهم تتنطقوا دفعة واحدة، إذن فهذا سيتون سيلاب، هاد M A R هادي سيتون سيلاب. إذن نقول مار ثم دي دي، إذن هذا مقطع لفظي آخر. إذن كلمة مار دي أنها تتكون من مقطعين لفظيين. إذن لو مو مار دي سو كومبوز دو دو سيلاب، إذن كلمة مار دي تتكون من مقطعين لفظيين. أبخي نو زالون إكخيغ لا لتر تي، بعدها سنكتب الحرف تي. أبخي نو زالون إكخيغ la lettre T. Après, nous allons écrire la syllabe TU. Nous allons écrire TU qui se prononce TU. Nous allons écrire TU qui se prononce TU. Après, nous allons écrire TA. Après, nous allons écrire TA. Nous allons écrire la syllabe TA. Idem, TA qui se prononce TA. Et enfin, nous allons écrire la tête. La tête. Idem, RAS. Et donc, enfin, nous allons écrire le mot tête, ou bien la tête. Et donc, c'est l'actube arras. La tête, yani arras. Et donc, l'actube arras. Et donc, l'actube arras. Et donc, l'actube arras. Et donc, l'actube arras.